السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما فخر العرب محمد صلاح ينزل الملعب، مصر ودول العالم كلها بتقف تتفرج، حتى لو نزل يقول لنا سلام عليكم. أسطورة الكرة المصرية ونجم العالم حبيب الملايين مو صلاح، ابن قرية نجريج اللي مشرف مصر وعالم من أعلامها. هنتكلم النهاردة عن ماتش السيتي وليفربول، وهنعرض أهداف اللقاء النهاردة، وكمان معنا مفاجأة غير متوقعة موجودة في الماتش معنا النهاردة في حلقتنا. طب إيه سبب الخلاف اللي بين صلاح وماني؟ وايه رد صلاح على الكلام ده؟ وليه صلاح بيقول ان تريكا سبب حصوله على الدوري الانجليزي؟ كل التفاصيل دي معانا النهارده، استنوني بعد الفاصل. لو انت اول مره بتشوفونا يا ريت تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وتشوفوا. اتكلم اللاعب محمد صلاح عن تتويجه بالدوري الانجليزي في اللقاء التلفزيوني اللي تم معاه على قناة بي ان سبورت، وقال ان ده شعور جميل بعد حصوله على الدوري الانجليزي بعد 30 سنة، وان كل هنا فرحان، وقال انه كان قدامه هدف انه يرجع للدوري الانجليزي بعد ما راح للدوري الايطالي، وده اللي قاله اول لما انضم لفريق ليفربول ونجح في الفوز بدوري الابطال والدوري الانجليزي واخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي وهداف الدوري كمان. وكمل كلامه وقال ان هو لما كان بيلعب في تشيلسي ضد ليفربول في انفيلد وقتها حب الاجواء هناك، وقال انه اتمنى يلعب قدام الجمهور ده وما ترددش اللحظة انه يلعب في الفريق ده، وقال انه بيحب اجواء انفيلد ونفسه يفضل هناك اطول فتره ممكنه. طب ايه حكايه الخلاف اللي بين صلاح وبين ساديو ماني؟ صلاح قال انه لما كان بيلعب في تشيلسي وقرر يروح ليفربول كان اللي بيدور في دماغه ان ماني بيلعب في نفس مركزه، لكن يورجن كلوب قال ان صلاح هيلعب ناحيه اليمين وساديو ماني ناحيه الشمال. وبالنسبه للخلاف اللي مع ماني بعد لما صلاح ما ادالوش الكوره، قال صلاح ان الموضوع ما خدش وقت وده مش خلاف، دي نرفزه ملاعب، وقال ان احنا لعبنا بعد كده وكل واحد صنع هدف للتاني. ولما ساله صلاح عن افضل لاعب في ليفربول قال ان هو صعب اللي هو يختار، قال لو سالت 10 من زمايلي 9 منهم هيختاروا اليسون وماني وهندرسون وارنولد وانا كمان. وكمل صلاح ان لو فريق تاني ممكن يختار منه احسن لاعب، لكن هو شايف ان هندرسون كان الافضل والاحق، وخصوصا بعد الانتقادات اللي اتقالت عليه الكل بيحبه، وقال انه دايما بيساعد الكل وبيحمس اللعيبه. وختم كلامه صلاح قال ايوه نقدر نكمل الانجازات ودي مش الانجازات الاخيره لينا، وقال هو طبعا حاجه صعبه بس مش مستحيله. طب ايه حكايه ان ابو تريكا سبب فوز صلاح بالدوري الانجليزي؟ صرح محمد صلاح انه كان بيحاول الاستفاده من اللاعبين الكبار وعلى راسهم محمد ابو تريكا، اسطوره الاهلي ومنتخب مصر طبعا لما تم تصعيده للمنتخب الاول سنه 2011، وقال انه بتربطه بمحمد ابو تريكا علاقه كويسه وبيحاول يحافظ عليها، وقال انه زمل ابو تريكا لمده سنتين او ثلاثه في منتخب مصر الاول، وقال انه وقته وهو ناشئ كان بيحاول يستفاد من اللعيبه الكبار زي حسام غالي وعماد متعب ووائل جمعه ومحمد زيدان، وخصوصا بعد فوزهم ببطوله افريقيا. وقال صلاح انه من نوعيه الناس اللي دايما بتسال واسئلته كتير وممله، لكن محمد ابو تريكا كان دايما بيرد على كل اسئلته، ومن الوقت ده بينهم علاقه جيده بينهم وبين بعض، ولو قدر محمد ابو تريكا يجي الملعب ويشوف ماتشات صلاح بيجي ويحضر. وان ابو تريكا قابل صلاح بعد نهائي دوري الابطال السنه اللي فاتت وحريص على التواصل معاه، وكان ابو تريكا اول واحد بيهني صلاح بعيد ميلاده واول واحد هناه بحصوله على الدوري الانجليزي. النهارده في الماتش شفنا حاجه غير متوقعه من جوارديولا وفريق السيتي، ان هو يعمل ممر شرفي للاعيبه ليفربول احتفالا بتتويجهم بالدوري الانجليزي. وانتهت مباراة اليوم بفوز السيتي على ليفربول. تعال نشوف اهداف المباراة ونرجع تاني. ولحد هنا خلصت حلقتنا، بس ما خلصتش اخبارنا. يا ريت لو المحتوى بتاعنا عجبكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم اسلام ناجي مستر ترند. يلا سلام، والسلام مش ختام.